أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي اليوم مع قراءة في تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن، وتفسير الآية الأخيرة من سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول الإمام القرطبي: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ختم الله تعالى سورة آل عمران بما تضمنته هذه الآية العاشرة من الوصات التي جمعت الظهور في الدنيا على الأعداء والفوز بنعيم الآخرة، فحض على الصبر بالطاعات. فحض: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. فحض على الصبر بالطاعات وعن الشهوات. والصبر الحبس، كلمة الصبر معناها في اللغة الحبس. وأمر يعني حبس النفس، حبس النفس. الصبر معناه الحبس، يعني حبس النفس عن المعاصي أو حبس النفس على الطاعات. وأمر بالمصابرة، فقيل معناه يعني إيه مصابرة؟ احنا قلنا اصبروا، اصبروا، اصبر على، اصبر على الطاعة واصبر عن ارتكاب المعاصي. أما كلمة المصابرة يعني إيه بقى مصابرة؟ فقيل معناه مصابرة الأعداء، الصبر والمصابرة اللي هي مصابرة الأعداء. قاله زيد بن أسلم، وقال الحسن معنى آخر للمصابرة على الصلوات الخمس. وقيل إدامة مخالفة النفس على شهواتها فهي تدعو وهو ينزع. إدامة مخالفة النفس. وقال عطاء والقرضي: صابروا الوعد الذي وعدتم، أي لا تيأسوا وانتظروا الفرج. يبقى إما معناه مصابرة الأعداء رأي، أو الصبر المصابرة على الصلوات الخمس، ورأي ثالث إدامة مخالفة النفس، ورأي رابع إن هو معنى صابروا يعني لا تيأسوا وانتظروا الفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظار الفرج بالصبر عبادة. واختار هذا القول عمر رضي الله عنه، والأول قول الجمهور اللي هو مصابرة الأعداء. ومنه قول عنترة: فلم أر حيا صابروا مثل صبرنا، ولا كافحوا مثل الذين نكافح. يعني بيستشهد ببيت الشعر دليل على إن المصابرة معناها مصابرة الأعداء. فقوله صابروا مثل صبرنا اللي هو في البيت الشعر بتاع عنترة، أي صابروا العدو في الحرب ولم يبدو منهم جبن ولا خور. والمكافحة المواجهة والمقابلة في الحرب. في البيت الشعر بيشرح البيت الشعر بتاع عنترة، ولذلك اختلفوا في معنى قوله ورابطوا. يبقى احنا الآية بتقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا.
طب رابطوا، قال جمهور الأمة رابطوا أعداءكم بالخيل، أي ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم. ومنه قوله تعالى ومن رباط الخيل. وفي الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة، ده رأي آخر. يبقى رابطوا الآية دي المقصود بها إما مقاومة الأعداء ومصابرة الأعداء ومقاومة الأعداء، أو الرأي الآخر أن يكون مقصود بها إيه؟ المواظبة على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فيها إيه؟ رأيين، إما الرأي هي الرأي هو مواجهة الأعداء، مواجهة الأعداء والصبر على العدو، أو أن يكون الرأي الآخر هو المواظبة على الصلاة. على الصلاة قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة، ولم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه. رواه الحاكم، يعني دليل على أن الآية قد تكون المقصود بها المواظبة على الصلوات، إن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك غزو يرابط فيه، يعني ناس قاعدين بقى مرابطين، يعني استمرار في الجهاد، جهاد مستمر لفترات طويلة، ما كانش ده في عهد الرسول. رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيح. واحتج أبو سلمة اللي هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بقوله عليه السلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى على المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ثلاثا قاله مالك. قال ابن عطية والقول الصحيح، ابن عطية بيقول بقى لا، القول الصحيح هو أن الرباط الملازمة في سبيل الله أصلها من ربط الخيل، أصل كلمة رابطه أو المرابطة أو الرباط أصلها من ربط الخيل، إنك تربط ربط الخيل، ومعنى ربط الخيل يعني الجهاد في سبيل الله لفترة طويلة، بيستدعي إن المجاهد يربط الخيل في بعض الفترات، يعني عايش للجهاد، مرابطة يعني جهاد لفترات طويلة. ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطة، فارسا كان أو راجلا، كل واحد بيجاهد في سبيل الله وملازم للثغور يسمى مرابط، حتى لو ما كانش معاه خيل يربطه، حتى لو كان راجل يعني بيحارب وهو على رجليه، ماشي على رجليه ما معوش خيل فرس. واللفظ مأخوذ من الربط، كلمة رباط ومرابطة مأخوذة من الربط، انك تربط الخيل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط هو إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله. والرباط اللغوي هو الأول، وهذا كقوله
ليس الشديد بالسرعة، وقوله ليس المسكين بهذا الطواف إلى غير ذلك. قلت الإمام القرطبي بقى بيقول رأيه، قلت قوله والرباط اللغوي هو الأول ليس بمسلم، فإن الخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة وثقاتها قد قال الرباط ملازمة الصغور، الرباط ملازمة الثغور ومواظبة الصلاة أيضا، لأن هو في رأيه يقول إن المعنى اللغوي إن الرباط ده مأخوذ من ربط الخيل، والمعنى به هو الجهاد في سبيل الله. فالإمام القرطبي بيقول لا، ده الخليل بن أحمد واحد من أئمة اللغة بيقول إن الرباط ملازمة الثغور يعني الجهاد ومواظبة الصلاة أيضا، فقد حصل أن انتظار الصلاة رباط لغوي حقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم، وأكثر من هذا ما قاله الشيباني أنه يقال مرابط دائم لا يبرح، حكاه ابن فارس، وهو يقتضي تعدية الرباط لغة إلى غير ما ذكرناه، فإن المرابطة عند العرب العقد على الشيء حتى لا ينحل، العقد المرابطة هي العقد على الشيء، تربط الحاجة حتى لا ينحل، كأنك بتربط حاجة حتى لا ينحل فيعود إلى ما كان صبر عنه، فيحبس القلب على النية الحسنة والجسم على فعل الطاعة. ومن أعظمها وأهمها ارتباط الخير في سبيل الله كما نص عليه في التنزيل في قوله تعالى ومن رباط الخيل على ما يأتي، وارتباط النفس على الصلوات كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو هريرة وجابر وعلي، ولا عطر بعد عروس. هذه قراءة في تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم، وتفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وعرضنا اختلاف العلماء في تفسير هذه الآية، هناك من فسرها على أن المقصود منها هو الجهاد في سبيل الله، هو الجهاد في سبيل الله، ومن العلماء من فسرها على أن المقصود منها هو المواظبة على الصلوات الخمس. ونكتفي بهذا القدر، ونلتقي في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.